تفسير سورة الحشر من الآية الخامسة إلى الثامنة. لولا أوتي مثل ما أوتي. ادخل. السلام عليكم. وعليك السلام، ما بك حزينة؟ هناك بعض الآيات علي حفظها، ولكني لا أعرف كل معانيها ولا أستطيع تفسيرها. حسناً، ما رأيك أن أساعدك فيها؟ شكراً يا أخي، هي آيات سورة الحشر من الآية الخامسة إلى الآية الثامنة. حسناً، يقول تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. هناك بعض الكلمات التي لا أعرف معناها مثل لينة وأفاء والفاسقين وأوجفتم وركاب. لينة تعني النخلة، وأفاء تعني رد وأرجع، والفاسقين يعني الخارجين عن طاعة الله المخالفين لأمره. أما أوجفتم فالوجف تعني سرعة السير، وأخيراً ركاب المقصود بها الإبل. وهل معنى الآيات أن ما قطعوا من نخلة أو تركوها ولم يقطعوها فذلك بأمر من الله ليذلهم ويغيظهم بقطعها؟ أحسنت. والآية التالية تعني أن ما رده الله على رسوله بدون قتال لا يقسم قسمة الغنائم. لم أفهمها. لا مشكلة حبيبتي، سأبسطها. فالآية تعني أن المال الذي يأخذه المسلمون من الكفار المحاربين لهم بغير قتال يسمى فيئة، أما ما يأخذونه بالقتال فيسمى غنيمة. لقد ذكرت أن الفيء لا يقسم كالغنائم، فكيف يقسم؟ هذا ما نراه في الآيات التالية. قال تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وما معنى دولة والمهاجرين؟ دولة تعني متداولة، والمهاجرين تعني الصحابة الذين خرجوا فرارا بدينهم من مكة إلى المدينة. وما معنى الآيات؟ في الآية الأولى أراد الله أن يخبرنا أن الفيء للرسول ولقرابته ولأيتام المسلمين والذين لا مال لهم وللمساكين وللمسافرين الذين انقطع بهم السفر، وكي لا يكون الفيء متداولا بين الأغنياء ويحرم الفقراء منه. أعتقد أن الآية وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب تعني أن نتبع الرسول ونجتنب ما نهانا عنه، وأنه يجب علينا أن نتقي الله ونفعل ما يأمرنا به ونترك ما نهانا عنه، لأنه شديد العقاب لمن عصاه وخالف أمره. ولكن
ما معنى الآية التالية؟ في الآية التالية أمر الله أن يوزع الفيء أيضاً على الفقراء والمهاجرين الذين أخرجهم الكفار من ديارهم وأموالهم بمكة، ويطلبون من الله أن يتفضل عليهم بالرزق في الدنيا وبالرضوان في الآخرة، وينصرون الله ورسوله بالجهاد في سبيل الله، فأولئك هم الصادقون في إيمانهم. شكراً يا يوسف، الآن أستطيع حفظها. لقد تعلمنا اليوم تفسير سورة الحشر من الآية الخامسة إلى الآية الثامنة، وعرفنا بعض معاني الآيات، ومنها لينة أي النخلة، وأوجفتم تعني سرعة السير، ودولة تعني متداولاً. كما استخلصنا بعض الفوائد، ومنها أن المال الذي يأخذه المسلمون من الكفار المحاربين للمسلمين بغير قتال يسمى فيئة، أما المال الذي يأخذه المسلمون من الكفار المحاربين للمسلمين عن طريق القتال فإنه يسمى غنيمة.